10 صباحا في القاهرة، أهلا بكم إلى نشرة جديدة من القاهرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. جيش الاحتلال يقصف مناطق في جنوب وشرق لبنان، والمتحدث باسمه يدعو السكان للابتعاد عن مناطق ومنشآت حزب الله. حزب الله يعلن استهداف دبابة إسرائيلية في موقع المرج، ويقصف مواقع رادار وصناعات عسكرية إسرائيلية على الحدود مع شمال إسرائيل. الاحتلال يقصف منازل ومدرسة، تؤوي نازحين في وسط وشمال قطاع غزة، ويوقع شهداء ومصابين. البداية مشاهدينا مع تطورات الأوضاع في لبنان. أليس هذا الإرهاب بعينه والأصبح المطلوب اليوم إبادة؟ دعا المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي جميع سكان جنوب لبنان إلى الابتعاد عن مواقع ومنشآت حزب الله اللبناني، وزعم أن حزب الله يخفي صواريخ كروز داخل منازل المدنيين. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أن حزب الله حول جنوب لبنان إلى ساحة مواجهة، مشيرا إلى أن الجيش رصد استعدادات للحزب لشن هجمات على إسرائيل. جدد جيش الاحتلال هجماته على عدد من المناطق اللبنانية صباح اليوم، وأفاد مراسلنا أن الغارات الإسرائيلية تستهدف بلدات حدودية ومرتفعات إقليم التفاح وجبل الريحان ومحيط مجرى نهر الليطاني جنوبي لبنان والبقاع وبعلبك شرقي البلاد. وذكرت وسائل أعلام لبنانية أن الهجمات الأخيرة أسفرت عن سقوط ضحية وجرحى في غارة استهدفت محيط بلدة بوادي في البقاع الشمالية. كما أكدت وسائل أعلام لبنانية أن غارات إسرائيلية استهدفت منطقة جرود الهرمل شرقي لبنان. والمزيد من المتابعة مشاهدينا، ينضم إلينا من مرج عيون بجنوب لبنان أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية. مرحبا بك أحمد، ما الذي يجري في على الحدود وفي الجنوب اللبناني في الساعات الأولى من الصباح؟ نعم، تحياتي لك في البداية. بالفعل بعد السادسة من صباح اليوم شن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية بالطيران الحربي التي تعد أوسع هجوم لجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية التوترات في الجنوب اللبناني. ربما عدد الغارات لم يتجاوز 80 غارة جوية، ربما هو عدد أقل من غارات سابقة نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولكن نطاق العمليات هو الأوسع منذ بداية التوترات، حيث بدأت الاعتداءات الإسرائيلية من هذه البلدات الحدودية الجنوبية في مركبة وحولة وعدد من المناطق الأخرى، وصولا إلى مناطق إقليم مرتفعات جبل الريحان وإقليم التفاح وعدد من المناطق في عمق الجنوب اللبناني، وصولا أيضا إلى مناطق في النبطية ووادي فرون وعيترون والطيري وبيت ليف ومناطق واسعة في الجنوب اللبناني. لم يكتفي جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف البلدات الحدودية وعمق الجنوب اللبناني وصولا إلى محيط مجرى نهر الليطاني، ولكن تطور أيضا العدوان الإسرائيلي وصولا إلى البقاع الغربي ومناطق في بعلبك شرقي الدولة اللبنانية، أي أنه عدوان مركب من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في أوسع هجوم جغرافي نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية التوترات في الجنوب اللبناني في الثامن من شهر أكتوبر الماضي. هذه التوترات جاءت بعد سلسلة من العمليات النوعية التي نفذها حزب الله من الجنوب اللبناني باتجاه أهداف ومواقع عسكرية على مدار يوم أمس. 9 عمليات نفذها حزب الله، من بينها 3 عمليات استهدفت مواقع في عمق المناطق الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال
الاحتلال الإسرائيلي في عمق غير مسبوق، وصل إلى أكثر من 50 كيلومترا في مناطق حيفا وفي عمق المناطق الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال. استهدف حزب الله في العمليات الثلاث مطار وقاعدة رامات ديفيد في العمق الإسرائيلي مرتين بصواريخ فادي واحد وفادي اثنين، كما استهدف أيضا مصنع للصناعات الإلكترونية العسكرية بنفس الطرازات من الصواريخ التي تستخدم لأول مرة من الجنوب اللبناني. يأتي ذلك بعد أيضا بعد هذه العمليات الثلاث نفذ حزب الله سلسلة من العمليات من بينها عمليات نوعية، حيث استهدف دبابة من طراز مركافة في موقع المرج المقابل للقطاع الشرقي من الجنوب اللبناني، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد ممن كانوا بهذه الدبابة من طراز مركافة. أيضا استهدف تجمعا لجنود جيش الاحتلال في موقع جل العلام، مما أدى إلى إصابات مباشرة في هذه العملية. وبالتالي كل هذه الأمور تجعل التوترات على الحدود الجنوبية اللبنانية على موعد مع تصعيد جديد خلال الساعات القليلة المقبلة. أشكرك شكرا جزيلا من مرج عيون بجنوب لبنان أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. أعلن حزب الله اللبناني قصف دبابة إسرائيلية في موقع المرج وقصف موقع الرادار في مزارع شبع اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية، كما أكد الحزب استهداف موقع البغدادي ومجمع الصناعات العسكرية رافائيل التابع للاحتلال بالأسلحة الصاروخية على الحدود اللبنانية. وفي وقت سابق أعلن الحزب اغتيال 2 من عناصره في عدوان إسرائيلية على الجنوب اللبناني، كما أفاد مراسلنا في وقت سابق بقصف جيش الاحتلال أطراف بلدة حولة جنوبي لبنان. وأضاف مراسلنا أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف بلدات رب 30 ومركبا والطيبة. يثير التصعيد في جنوب لبنان مخاوف من اندلاع حرب واسعة النطاق تؤثر على حياة المواطنين، ورأى عدد من اللبنانيين أنهم يعيشون واقع الحرب فعليا منذ سنوات عديدة. لا شيء داخل النفوس هؤلاء إلا القلق الممزوج بالحيرة أمام واقع لم يتغير منذ أمد بعيد، واقع تشتد وطأته مع استمرار كثافة الاعتداءات والغارات التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على لبنان بزعمه الرد على هجمات حزب الله على شمال إسرائيل. والله ما بظن حدا بيتقبل الحرب، ونفس الوقت ما حدا بيتقبل الظلم. الظلم الله ما بيحبه، نحن ما منريد الظلم لأي شخص يكون ولأي دين كان. ضحكات من القلب، ولكن لسان حال اللبنانيين يقول إن الوضع لم يتغير كثيرا في العقود الأخيرة في بلدهم الذي يتعرض منذ سنين وبشكل متكرر للعدوان الإسرائيلي خصوصا في الجنوب. انت صار لك 40 سنة عم تاكل قتل، ماشي جديد يعني، حتضل لك كمان 40 سنة تانيين كمان حتضل لك تاكل قتل، فهلأ أو بعدين حتضل الحرب. إذا أنت فكر حالك مش عايش بحرب، أنت بحرب، حتى صار لك 40 سنة و100 سنة وعلى بعد 100 سنة حتضل لك بحرب. حركة عادية في شوارع بيروت وهدوء يخفي خلفه مخاوف عدة، وفي نفس كل مواطن لبناني تساؤلات تدور بشأن ما ستؤول إليه الأحداث. فنحن أكيد ما بدنا الحرب، وأكيد نحن مش مبسوطين، بس بالنهاية ما عنا قرار وما في عنا جواب للي عم بيصير. بتصور كل الشعب اللبناني هلأ كلهم سوا مع بعض عندهم نفس التفكير، عندهم نفس الجروحات. أكثر من هيك يعني ما في كلام يوصف الأشياء اللي عم بتصير. منذ 7 أكتوبر عام 2023 ولبنان في مرمى نيران الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يكف عدوانه على قطاع غزة ولا يعرف إلا لغة القتل والتدمير وسيلة لتحقيق مآربه حتى ولو على حساب أرواح الأبرياء. أدنى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره اللبناني عبد الله أبو حبيب العدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، ودعا عبد العاطي وأبو حبيب إلى احترام سيادة لبنان وسلامته. شدد وزيرا الخارجية المصري واللبناني على أنه لا سبيل لحل الأزمة الحالية في الشرق الأوسط إلا بتحقيق وقف شامل لإطلاق النار و
ووقف للعدوان على قطاع غزة ولبنان. واتفق الجانبان على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي واطلاع الدول الفاعلة بدورها للحيلولة دون توسع المواجهات. وحذر وزير الخارجية المصري من أن المساس بأمن لبنان هو مساس بأمن المنطقة. من جانبه وجه وزير الخارجية اللبناني الشكر لمصر على موقفها الداعم للبنان وحكومته في مواجهة العدوان والتهديدات الإسرائيلية بالاجتياح البري. قال وزير الدفاع الإسرائيلي آف جالانت إنه أطلع نظيره الأمريكي لويد أوستن على تقييم للموقف بشأن تهديدات حزب الله. وفي اتصال هاتفي ناقش جالانت وأوستن العمليات الإسرائيلية الرامية لإضعاف قدرات حزب الله على شن هجمات ضد إسرائيل. أشار وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أنه ناقش مع أوستن الوضع الإقليمي الأوسع والتهديدات التي تشكلها إيران ووكلاؤها. أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قلقه إزاء التوترات في منطقة الشرق الأوسط. قال الرئيس الأمريكي إنه يبذل قصارى جهده لتجنب توسع النزاع في المنطقة. أشار الرئيس الأمريكي في تصريحات للصحفيين إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تدفع بقوة في هذا الاتجاه. والآن مع تطورات الأوضاع في قطاع غزة. قطاع غزة في حالة هستيرية. بطل في أمل، إيه اسمه؟ شن جيش الاحتلال غارتان على منزل في تل الزعتر بمخيم جباليا شمال القطاع، وانتشلت طواقم الإنقاذ أطفالا جرحى من تحت الركام. كما قصفت طائرات الاحتلال مدرسة خالد بن الوليد في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 3 وإصابة آخرين. وأفادت وسائل أعلام فلسطينية باستشهاد أم وأطفالها الأربعة في قصف طال أحد المنازل في محيط مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط القطاع. وفي مدينة غزة استشهد 6 جراء قصف الاحتلال منزلا في محيط منتزه البلدية. كما استهدف قصف مدفعي حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، وأطلقت زوارق الاحتلال نيرانها نحو شاطئ بحر مدينة غزة. والمزيد من المتابعة مشاهدينا ينضم إلينا من خان يونس يوسف أبو كويك مراسل القاهرة الإخبارية. مرحبا بك يوسف، ما هي وتيرة الأحداث في الشمال والوسط والجنوب؟ ربما نبدأ من حيث أنت الآن من خان يونس. نعم بسنت، فيما يتعلق بالتطورات الميدانية فأحدثها يتعلق بإصابة 3 مواطنين في إحدى البلدات الشرقية لمدينة خان يونس، وتحديدا في منطقة عبسان، حيث ألقت طائرة مسيرة قنبلة نحو مجموعة من المواطنين ما أسفر عن إصابة 3 منهم بجراح متفاوتة. أيضا في منطقة معا الواقعة إلى الجنوب الشرقي من المحافظة استهدفت طائرة مسيرة
تجمعا لمواطنين أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة آخرين، كما وصل إلى مشفى غزة الأوروبي الواقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة خان يونس جثمان شهيدة جرى انتشالها من منطقة خربة العدس في مدينة رفح، حيث تتواصل العملية العسكرية البرية هناك ويتواصل القصف المدفعي وكذلك عمليات النسف للمربعات السكنية لا سيما في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من مدينة رفح. في المحافظة الوسطى استشهد منذ فجر هذا اليوم حتى اللحظة 8 مواطنين، 5 منهم جراء استهداف شقة سكنية في محيط مشفى شهداء الأقصى بالمدينة، أم وأطفالها 4 أكبرهم يبلغ من العمر 8 أعوام، وقد وصلوا جميعا جثثا هامدة إلى ثلاجة الموتى في مشفى شهداء الأقصى، وهي المشفى أيضا التي استقبلت 3 شهداء بعد غارة إسرائيلية استهدفت فصلا دراسيا داخل مدرسة خالد بن الوليد التي تؤوي نازحين في المنطقة الشرقية من مخيم النصيرات وسط القطاع. فجرا أيضا دوت عدة انفجارات ناجمة عن قصف مدفعي يطال المناطق الشمالية والشمالية الغربية من مخيم النصيرات وتحديدا شمال أرض المفتي ومنطقة المخيم الجديد. في محافظة غزة كذلك تواصل القصف المدفعي العنيف صبيحة هذا اليوم مستهدفا الأطراف الجنوبية من المحافظة وتحديدا منطقة حي الصبرة والزيتون، كما شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية غارة على أرض في منطقة جباليا دون أن يسفر هذا القصف عن وقوع إصابات، ولكن أضرار لحقت بالمباني المحيطة بهذه الأرض. بقي أن نشير أيضا إلى أن قصفا طال منزلا في منطقة مخيم البريج وقد سوي هذا المنزل بالأرض دون أن يسفر هذا القصف عن وقوع ضحايا كونه منزل غير مأهول ومخلى من سكانه في الفترة الأخيرة. أشكرك شكرا جزيلا من خان يونس يوسف أبو كويك مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من احتمالية خسارة أكثر من 630 ألف طفل فلسطيني عاما دراسيا آخر جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل. وخلال لقائه كبيرة منسق شؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة حذر أبو الغيط من خطورة الخطة الإسرائيلية بتقسيم قطاع غزة وإفراغ شماله من السكان والسيطرة على المعابر البرية. قصف جيش الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين فلسطينيين بمخيم الشاطئ بقطاع غزة، وزعم الاحتلال أنه استهدف تلك المدرسة لأنها تضم عناصر تابعة لحركة حماس. من أمن العقاب ضرب بالقوانين والأعراف الدولية عرض الحائط، مقولة رسخها الاحتلال بأفعاله منذ 7 أكتوبر الماضي، فأصبح في عرفه قصف النازحين الأبرياء في المدارس والمستشفيات في قطاع غزة هدفاً مشروعاً. قصف جديد استهدف خلاله الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين فلسطينيين بمخيم الشاطئ مسفراً عن سقوط شهداء وجرحى، ليستمر الاحتلال في سلسلة انتهاكاته التي طالما حذر المجتمع الدولي من عواقبها على حياة المدنيين الأبرياء. الاستهداف كان مباشر وإجا على غفلة هيك، ما سمعنا لصوت انفجار قوي، الصف كله تدمر، ثلاثة أربعة وبزوارهم كمان بيشي صفين ثلاثة بعد عنهم، واللي تحت كمان تدمروا منهم. أنا يعني واحد مش عارف وين بده يروح، إذا هاي المدرسة خلاص تدمرت وين الناس اللي بتتشرد تروح. من نزوح إلى نزوح أصبح الفلسطينيون حائرين أمام مدفعية وطائرات الاحتلال التي باتت تلاحقهم كالمصير المحتوم. المدنيون في غزة لم يعودوا يعرفون إلى أين يتجهون، فكلما توجهوا إلى منطقة زعم الاحتلال أنها آمنة لم يلبثوا فيها سوى أيام ويقصفها كغيرها. وهذه المناطق اللي بيحفوا عليها اليهودي بصنفوها من ضمن المناطق الآمنة اللي بتصنف من ضمن اليهود، يعني مراكز إيواء الكل يقعد فيها. تمام، ما تفاجأنا إلا فجأة وإحنا قاعدين ما لقينا المدرسة كلها هاي اللي علينا وصفوف وصفوف اللي إحنا قاعدين فيها
كلها بتوقع فوق رؤوسنا. تمام، طبعا هذه الصفوف الدراسيه طبعا زي ما انت شايفين، طلع كيف القصف اللي هنا وهي الزور اللي هنا، يعني مش انه تقول يعني انه اهداف مستقصده، لا، اهداف لاباده الشعب، لاباده شعب غزه بالاكثر كمان. وطبعا انت شايف الصفوف هذه كلها الدراسيه اللي هنا كلها بيدت بالكامل، لم يخرج اي احد سليم، لم يخرج اي احد حي من هذه الصفوف، كلهم عباره عن اشلاء مقطعه، كلهم عباره عن شهداء. انتهاكات لا تتوقف وخرق لجميع الحقوق الإنسانية بحق شعب لا ذنب له في ذلك العدوان، فالمجتمع الدولي بات عليه أن يرغم الاحتلال ويعاقبه على جرائمه التي يرتكبها منذ أن بدأ تلك الحرب. وفي الضفة الغربية، شن جيش الاحتلال حملة اعتقالات ومداهمة لمنازل المواطنين خلال اقتحامه عددا من المناطق في الضفة الغربية المحتلة، من بينها بيت لحمة. اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمرين شمال غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يطا ومخيم الفوار جنوب الخليلة. وأطلق جنود الاحتلال النار على أحد الفلسطينيين خلال اقتحامهم مدينة دورة جنوب الخليل بالضفة الغربية. هذا وأفادت وسائل أعلام فلسطينية بأن جيش الاحتلال اقتحم أيضا محيط مخيم قاليندية شمال مدينة القدس المحتلة. أفاد مراسلنا بأن القوات الجوية السودانية شنت قصفا عنيفا على حشود من الدعم السريع بمحيط مدينة الفاشر بشمال دارفور. وأضاف مراسلنا أن القوات السودانية استهدفت العشرات من الدعم السريع بمدينة الفاشر ودمرت مدافع وآليات تابعة لهم، كما استولت على عدد من المركبات القتالية والعتاد التي كانت بحوزتهم. دعا وزير الخارجية السوداني حسين عوض علي إلى إصلاح الأمم المتحدة، منتقدا ما سماه ازدواجية المعايير في قمة الأمم المتحدة للمستقبل. انتقد عوض علي تقرير تقصي الحقائق الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي يقول إنه دعا إلى فرض حظر على الأسلحة على كل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية. وقال وزير الخارجية السوداني إن ذلك يحرم بلاده من القدرة على الدفاع عن نفسها ويعد انتهاكا لسيادتها. قال رئيس الأوكراني فلاديمير زيلانسكي إن هذا الخريف سيحدد مستقبل الحرب مع روسيا، وحث زيلانسكي شركاء أوكرانيا على المساعدة في تحقيق ما اعتبره نصرا مشتركا من أجل سلام عادل. وقد وصل زيلانسكي إلى الولايات المتحدة لحضور جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، كما قام الرئيس الأوكراني بزيارة مصنع للذخيرة في ولاية بنسلفانيا. قال إنه يكثف تصنيع قذائف المدفعية عيار 155 ملم لمساعدة بلاده في مواجهة روسيا. تتجه الفيضانات التي تشهدها مناطق وسط أوروبا إلى صربيا وكرواتيا بعد أن ضربت المجر وقارب مانسو بمياه نهر الدانوب فيها 8.5 متر. وقد ولدت تلك الفيضانات العاصفة بوريس والتي ضربت القارة منذ أيام، حيث سقط عدد من القتلى والمصابين بسبب العاصفة والأمطار الغزيرة والسيول الجارفة. يبدو أن بولندا والمجر تتحملان العبء الأكبر في ذروة آثار العاصفة بوريس التي ضربت وسط أوروبا وأسفرت عن سلسلة من الفيضانات المدمرة في أسوأ كارثة من نوعها منذ ربع قرن تقريبا. الآلاف تم إجلاؤهم بسبب ارتفاع منسوب المياه الناتج عن الفيضانات، لا سيما في نهري الدانوب وأودر ومجار مائية أخرى، حيث أحدثت المياه زائدة أضرارا وصدوعا في عدد من الأبنية والمنازل بالقرى التي تمر بها الأنهار. وجرفت السيول جسورا وقطعت الطرق وألحقت أضرارا بخطوط السكك الحديدية، ولا تزال بعض المناطق معزولة وتفتقر إلى مياه الشرب والكهرباء. ورغم توقف الأمطار في الأنحاء، فإن الأنهار الممتلئة لا تزال تهدد البلدات الواقعة على مصباتها.
ومع استمرار التأثيرات الكارثية للعاصفة في جميع أنحاء أوروبا الوسطى، فإن مياه الفيضانات تغطي شوارع وتغرق العديد من المنازل، بينما لقي أشخاص مصارعهم وفقد آخرون بسبب العاصفة التي سببت دمارا كبيرا في بولندا والتشيك والمجر ورومانيا. أما في النمسا التي نالت حظها من غضب الطبيعة، تحسن الوضع إلى حد كبير، حيث أعيد فتح خطوط قطار الأنفاق في العاصمة فيينا والتي أوقفت بسبب الفيضانات، وتراجعت مخاطر حدوث المزيد من السيول. من جانبها، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين تقديم مساعدات بقيمة 10 مليارات يورو للمناطق المتضررة في وسط أوروبا. فلهنا مشاهدينا تنتهي هذه النشرة، وتلتقون بعد قليل بنشرة رياضية مفصلة مع زميلي محمد جاد. كونوا دائما معنا، إلى اللقاء.